اهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب معايا تويتر بقى، فاكر التويتر ايه اللي حصل فيها؟ نادي الدفاع الحسن الجديدي، اعلن نادي الدفاع الحسن الجديد عبر صفحته الرسميه على الفيسبوك ان الثلاثي المصري حسن شحاته ومصطفى وطارق مصطفى ونور السيد سيغادرون النادي لمده 4 ايام لقضاء فتره اجازه في القاهره، ويمكن ده الموقع الرسمي لنادي الدفاع الحسني الجديدي واللي بيعلم فيه عن ان الثلاثي هيكون متواجد في القاهره. محمد فرج عامر رئيس نادي سموحه كتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: نتحدى الظروف ونجابه التحديات وقريبا ازاله الستاره عن سيمفونيه رياضيه على ارض مصر. نادي سموحه الجديد فرع برج العرب. ممكن قدام حضراتكم برضو التويتايه. صالح جمعه بيقول، كتب صالح جمعه لاعب ناسيونال ماديرا البرتغالي ومنتخب مصر عبر صفحته على تويتر: كل التوفيق لمنتخب مصر الشباب في مباراة العودة أمام الكونغو بعد الخسارة 2-0. ده برضو شعور محترم جدا من صالح جمعة. نادي مانشستر يونايتد نشر عبر صفحته على تويتر صورة لواين روني نجم الفريق وكتب: في مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات وقع قائد اليونايتد الحالي واين روني مع اليونايتد. يمكن تعرفين ان روني كان جاي من ايفرتون، فدي الصورة بتاعته وهو ده موقع تويتر لمانشستر يونايتد. عمرو جمال نشر عبر صفحته على تويتر برضو قال بعد هدفه أمس في كينيا، نشر لي صورة يعني بعد الهدف اللي حرزه امبارح في مباراة كينيا. أحمد حجازي كتب على صفحته برضو على تويتر: ابقى على عملك الشاق وثق بنفسك. يعني ما شاء الله اللعيبه كلها بقت مثقفه وبقى عندها نوع من يعني الشعر والحكمه. ابراهيم سعيد نشر ابراهيم سعيد صوره المرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع احمد سمير لاعب الزمالك السابق، وكتب عبر صفحته: الصوره التي ادهشت الملايين واحترى فيها العلماء النفسيين، صوره معبره بصراحه. ما تجيب لنا الصوره دي ثانيه يا وائل، اهي الصوره دي. طب الصوره دي لو عملنا كوميكس كده عليها يا جماعه ممكن نقول ايه؟ المستشار مرتضى منصور بس بيقول لاحمد سمير: انا بشب عليك يا يروح احمد سمير يقول له: والله ما انا يا باشا. ممكن تيجي تمشي الجوده دي ولا تمشيش؟ تمشي. طيب ممكن تمشي ايه تاني يا وائل؟ انا عايز الناس يبقى في كرييشن تحت في الـ عايز يبقى في ابتكار وابداع تحت في الكنترول. ممكن ايه اللي اتقال تاني على الصوره دي يا جماعه؟ تمام يا فندم، ماشي. ايه تاني؟ مهدي ايه؟ حد حقيقة حد يعني الصورة يعني الصورة كانت معبرة جدا، وابراهيم سعيد علق عليها تعليق لذيذ. طيب خالد مرتجي او المهندس خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي السابق قال على صفحته على تويتر: لا يمكن ان يشكك احد كان في انتمائي وتقديري لقواتنا المسلحة واحترامي لجميع قيادتها المخلصين، فانا اتشرف ان اكون ابن من ابناء قادتها الشرفاء. شريف اكرامي نشر صورة لي على تويتر مع محمد منير وكتب: مطار اسوان مع الكينج، السلامة شرف. ماشي. وصالح جمعة كتب زي ما قلت لكم قبل كده على صفحته، كتب حاجة تانية يعني ما شاء الله واخدين لصالح. صالح ما وروش غير تويتر ولا ايه؟ تاريخ عملاق في وقت قصير، الذكرى التامة لرحيل محمد عبد الوهاب، ربنا يرحمه ويغفر له. محمد ابو تريكة كمان نشر يعني تويتاية بيقول فيها: نفتقدك عبد الوهاب الله يرحمك. وصورة لمحمد عبد الوهاب، يعني اعتقد ان محمد عبد الوهاب اثر فينا تأثير شديد جدا، وهو ده اللي عايزين نتكلم فيه في حلقتنا النهاردة او في بداية فقرة محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب كان لاعب محترم، كان لاعب خلوق، كان لاعب اثبت يعني جدارة وعمل تاريخ في وقت قصير جدا في الوقت اللي لعب فيه. وكان بدأ مع منتخب الشباب مع كابتن حسن شحاتة وكابتن اسماعيل يوسف، وكان باك ليفت بمعنى كلمة باك ليفت، يعني راجل عنده كل المميزات، بيدافع كويس قوي، وقفته كويسة قوي، رجل الشمال بسم الله ما شاء الله كانت يعني طارشة زي ما بيقولوا بلغة الكورة، الكروس بتاعه أو الأوفر بتاعه حاجة ولا أروع ولا أجمل. سلوكا اخلاقا كمان كان محترم جدا، يلعب ما عندوش مشكله، يقعد ما عندوش مشكله، مفيش اي مشكله عنده، لدرجه ان هو كان قاعد احتياطي فترات كبيره جدا او كتيره جدا في النادي الاهلي، نظرا لان جيلبرتو كان في الوقت ده متالق بشكل شديد وكان بينال ثقه مانويل جوزيه بشكل قوي جدا. فمن فضل ربنا على عبد الوهاب
ان خلى كابتن حسن شحاته المدير الفني للمنتخب ياخد عبد الوهاب في 2006 من غير ما عبد الوهاب يكون بيلعب اصلا، يعني ما كانش بيلعب في ناديه، وكانت الناس كلها مسار تساؤلات ليه عبد الوهاب ما بيلعبش، عبد الوهاب ما بيعملش، ولكن عبد الوهاب راح المنتخب وعمل بطوله كبيره وقدر ان هو يشارك لاعب المنتخب في احراز اول انتصارات مع مع حسن شحاته وشوقي غريب في الفتره دي في 2006، ودي البطوله الامثل والاحلى والاجمل من كل الاتجاهات، سواء فنيا سواء لعيبه سواء جمهور سواء كان تنظيم هايل، كان كل حاجه. عبد الوهاب ما كانش عارف ان في نهايه السنه دي مش هيبقى متواجد في 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 العالم بتاعنا، ويمكن زي ما بقول لكم كان لعيب من اللعيبه المحترمه جدا، ما كانش عنده اي عداوات جوه النادي، كانت الناس كلها بتحبه، كان صوته حلو. يعني عبد الوهاب من المفارقات برضو ان عبد الوهاب عمل ادي طبعا التويتات بتاعت محمد ابو تريكه، من المفارقات ان عبد الوهاب كان في ناس كتير بتشبه صوته بصوت محمد فؤاد، لدرجه ان هو لما قابل محمد فؤاد في بعض الاحيان كان بيخلي فؤاد يسمعه، وفؤاد كان بيثني عليه ثناء كبير وكان بيقول له لا صوتك حلو فعلا. محمد عبد الوهاب الاغنيه بتاعت هادي خشبه، اعتزال هادي خشبه، كنت انا وعبد الوهاب اللي قعدنا عملناها، يعني مرة واحدة قررنا ان احنا نعمل اغنية، عبد الوهاب كتب الكلمات كلها بتاعتها وانا غنيتها ولحنتها، فكانت يعني اهلاوية خالصة لكابتن هادي خشبة، طبعا كابتن الاهلي ساعتها. فبعد كده بقى الفكرة عجبت سيد عبد الحفيظ، عمل خلى محمد عبد الوهاب هو اللي يغني له الاغنية، ويمكن صورنا الكليب بتاعه وهنعرضها لحضراتكم طبعا الاغنية دي. وسبحان الله ان الكلمات بتاعت الاغنية كلها بتاعت عبد الوهاب، عبد الوهاب ما شافش الاغنية، عبد الوهاب غناها من غير ما يشوف الكليب، عبد الوهاب غناها وصورناها وتاني يوم مات. الكليب كان فكرته جميله، كان في مشاهد في الاهلي بتتاخد في اهلي مدينه نصر، لقطات في اهلي مدينه نصر، وكان في لقطات في البيت. وعايز اقول لحضراتكم ان كنا عاملينها بنظام زوجي، يعني كل اتنين مع بعض، كنت انا وعبد الوهاب اللي واقفين في مكان كده بنغني مع بعض احنا الاتنين، لانه كانوا شايفين ان احنا الفنانين يعني ساعتها. فقعدنا غنينا وعبد الوهاب كان مرهق جدا في الليله دي، وكان واضح ان هو تعبان، وكان عندنا تمرين تاني يوم الصبح الساعه 9، ولكن كلنا كنا بنتحامل على نفسنا عشان خاطر السيد عبد الحفيظ، كان قيمه كبيره جدا عندنا ولا يزال طبعا، فكنا عايزين نعمل له حاجه كويسه في مباراه اعتزاله. فبرضه عبد الوهاب اصر ان هو حتى بعد ما احنا مشينا، عبد الوهاب في اليوم ده قال لي بات معايا واقعد معايا وكده ونطلع من هنا على التمرين، كان ساكن هو في مكان قريب جدا من اهل الجزيره، والتمرين كان 9 الصبح في اهل الجزيره، قلت له لا انا هروح، وانا ساعتها كنت لسه عازب يعني وكانت الحياه فري شويه، فكنت منطلق يعني. فالمهم قلت له لا انا هروح، عايز اغير هدومي ومش عارف ايه والكلام دوت، وروحت. تاني يوم في التمرين واقفين بنتمرن وبنعمل اطالات ومش عارف ايه، وبدانا التقسيمه وسبحان الله يشاء ربنا سبحانه وتعالى ان انا يعني راكن العربيه في اليوم دوت قدام النادي، يعني اللي عارف اهل الجزيره كويس لعيبه بتركن يا اما عند مستشفى المعلمين يا اما في الاوبرا. انا في اليوم ده لا ركنت هنا ولا ركنت هنا، ركنت قدام البوابه بتاعت النادي، ويمكن انا كنت دلوقتي بقى في ناس كتير بتركن فيها، ولكن يعني الحمد لله كان الواحد ليه رؤيه، كان عنده رؤيه في الركنه، معرفش كنت بشتغل سايس قبل كده ولا ايه، المهم كان عندي رؤيه كويسه وركنت في اليوم ده كده، وربنا هو اللي خلاني اركن في اليوم ده في المكان ده عشان السرعه. لقينا عبد الوهاب وقع، بجري حوالين الملعب انا واكوتي اعتقد في اليوم ده، مره واحده اسعاف اسعاف اسعاف، يا جماعه في ايه، عادي ما في ناس بتقع يعني، كل شويه الناس بتقع يعني، مفيش حد يتوقع ابدا ان واحد يقع مننا ويطلب له اسعاف في الملعب يعني. المهم جريت قلت لهم لا اسعاف ايه، وكنت بجري حافي انا فاكر اليوم ده، رحت جاري سفرنت ورحت واخد مفتاح العربيه من الدولاب وطلعت على العربيه، قلت لبتوع الامن افتحوا لي البوابات، فتحوا لي البوابات ورحت داخل وفتحوا لي بوابه التتش، ورحت داخل على الملعب، نزلت النجيله بالعربيه، حسام الكابتن حسام بدري كان ساعتها المدرب العام ومدير الكوره ركب معايا في العربيه قدام، ركب ورا دكتور ايهاب علي ومعاه محمد عبد الوهاب، شالوه الولاد وحطوه في العربيه او اللعيبه وحطوه في العربيه، طلعنا طياره على مستشفى مصر الدولي، و
عايز اقول لكم الدنيا كانت الصبح كانت الساعه 10 تقريبا ولا حاجه كده، فكان الدنيا بتبتدي تتزحم شويه، ولكن كوبري الجلاء ده كان ابتدى يتزحم بشكل كبير. فهو هو ما فيش رصيف في النص لو حضراتكم عارفين كوبري الجلاء. فرحت طالع من 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 الطريق بتاعي ورحت داخل على الطريق العكسي. الناس طبعا اخذت شتايم بديني، ولكن وكابتن حسام بدري قال لي اهدى اهدى مش عايزين نتعطل، اهدى مش عايزين نتعطل. رحت واخدها الحمد لله ربنا كرمني، رحت داخل على مستشفى مصر الدولي على طول. وصلنا المستشفى طلعنا دخل الاوضه اوضه العمليات، واحد بعديها بشويه طلع لنا كده، ما اعرفش ده كان بيشتغل ايه ولا مش عارف ايه، لو شفته تاني ممكن اكله علقه دلوقتي ملهاش حل. ولكن طلع لنا ما تقلقوش يا جماعه خلاص الموضوع خلص، النفس زي الفل وكل حاجه زي الفل، اطمنا خدنا نفسنا شويه وانا استريحت شويه كده. وبعدين مره تانية لقيت الدكتور ايهاب بقى ذات نفسه طالع من اوضه العمليات بيعيط. في ايه يا دكتور ايهاب؟ قال لا محمد مات. نعم؟ قال محمد مات. كلام غريب جدا وحاجه غريبه. ومحمد مات؟ محمد ده كان معانا بالليل بيغني. يا محمد مات ده كان معانا الصبح بيعمل اطالات، فكلام غريب. طيب خلينا ناخد مداخله مع احد اللاعبين الشهود على الواقعه وكان موجود في النادي في التوقيت ده، كابتن طارق السعيد. كابتن طارق ازيك؟ كابتن طارق. طيب الخط قطع، نحاول نكلم كابتن طارق تاني، بس خلونا نتفرج الاول على تقرير مع الدكتور ايهاب علي طبيب النادي الاهلي واللي كان متواجد في الحادثه من اولها. يعني نتفرج على التقرير ونرجع عشان ناخد مداخله مع كابتن طارق السعيد. واقعة أليمة علينا كلنا، يعني لأنه محمد عبد الوهاب من العناصر الطيبة المقدرة، صاحب خلق رفيع الحقيقة. يعني حدث الحقيقة، يعني كلما تذكرته يعني الحقيقة يعني بكيت، لكن قدر الله سبحانه وتعالى نافذ والأمر حصل يعني في ثوان معدودة الحقيقة، ولم تكن له مقدمات، فكانت الصدمة يعني قوية جدا. لكن عهدنا بمحمد عبد الوهاب يعني نحسبه الحقيقة يعني من الناس الطيبين الحقيقة، وإن شاء الله في الفردوس الأعلى من الجنة، يعني نتذكره دائما بالخير وندعو له دائما إن شاء الله. يعني دكتور انت حضرتك كنت موجود في الملعب ساعة ما حصلت الوفاة؟ كنت موجود على الدكة وشفنا الواقعة من بدايتها لنهايتها. هي واقعة يعني الموت المفاجئ، انت عارف في الملاعب يعني مهما اخذت من احتياطات او من دواعي أمنية من دواعي طبية يعني سيحدث يعني الامر بيكون عبارة عن تغير بيحدث في عضلة القلب في حال محمد عبد الوهاب في اللحظة اللي بتحدث فيها الوفاة نفسها. يعني ممكن تكون انت قمت بابحاث قبلها والابحاث كلها تثبت سلامة اللاعب، وبالفعل كنا احنا قبل بطولة العالم الاندية يعني اجرينا بحث شامل، لانه دي في تعليمات الفيفا يعني بتشدد على اجراء فحوصات طبية، وبالفعل عملناها وكانت سليمة. لكن هذا التغير اللي بيحدث في عضلة القلب ويوقفها تماما يحدث في حالة في لحظة الوفاة نفسها. يعني هل حضرتك كان في حوار دار بينك وبين اللاعب، ولا هو لما اغمى عليه لما وقع في الملعب كان الموضوع خلص يعني؟ لا يعني حوار قبل التمرين، يعني قبل التمرين كان حوار غريب جدا يمكن لأول مرة ممكن أقوله. يمكن كان محمد عبد الوهاب سهران في 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 اليوم ده، كان بيعد أغنية، كان في مش فاكر اعتزال كان سيد عبد الحفيظ أو حاجة زي كده. فبقول له أخبارك إيه يا محمد؟ وإيه أخبار العرايس؟ إيه في عروسة والأمور ماشية كويس؟ قال لي مش باين يا دكتور يعني. وبعدها حدث ما حدث يعني يمكن في خلال ربع ساعة يعني. سمته هل هو يعني كان على اخلاق عاليه؟ كانت العلاقه عامله ازاي بينه وبين حضرتك؟ لا محمد عبد الوهاب ده من افاضل الناس ومن افضل العناصر اللي مرت علينا. دايما في لعيبه كده بيبقى لها بصمات وعلامات يعني يعني احد اهم هذه العناصر الراحل محمد عبد الوهاب، ربنا يتغمده برحمته. و
يعني نسأل الناس له الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضعه في مصاف الشهداء. يعني بعتقد أنه شخصية طيبة نتذكرها دائما بالخير يعني إن شاء الله. هو ما كانش، هو قال للدكتور مش باين، بس هو الباين ان شاء الله الحور العين في الجنه. يعني كان واضح ان بعد ربع ساعه زي ما الدكتور قال الامر استغرق ربع ساعه، بعديها كان اكيد في الجنه مع الحور العين. طيب معايا كابتن طارق السعيد. كابتن طارق ازيك؟ كابتن طارق. كابتن وائل تحياتي ليك كابتن وائل، وصدقني انت بتتكلم رجعتنا لذكرى يعني كلنا كنا حزينين فيها جدا، كلنا كنا متضايقين لفراق واحد غالي علينا جدا طبعا محمد عبد الوهاب. هو في قلوبنا كلنا، مش قلوب اللعيبه بس، اعتقد ان هو كان في قلوب المصريين كلها. امهاتنا كلهم كانوا في حاله حزن شديده جدا، كل الناس في مصر كانت في حاله حزن، لان هو على المستوى الاخلاقي قبل المستوى الفني كان ولد مهذب جدا، كان كل الناس بتحبه. رجعتنا الاحداث يا كابتن، يمكن انت بتعيد الشريط وانت بتتكلم يا كابتن وائل، وفاكر كويس قوي انت بتجيب عربيتك وبتدخل جوه الملعب. وكلنا بنتمنى من ربنا وبندعي من ربنا ان احنا بس نقول ان هو اغوى عليه ولا حصل له اي خناقه، حصل له اي شيء. لكن للاسف يعني فعلا اتصدم صدمه كبيره جدا في حاله لما طلع الدكتور ايهاب وهو كان بيبكي بكاء شديد طبعا جدا على محمد عبد الوهاب الله يرحمه. هيفضل في قلوبنا، هيفضل واحد من الناس اللي اعطت للكره المصريه. وعلى الجانب الانساني هو راجل محترم جدا جدا، اللي ما يعرفوش شخصيا يمكن انا كنت لسه رايح النادي الاهلي وعاشرته فتره صغيره، لكن فعلا كان انسان قمه الادب قمه الاحترام. بامانه وائل يعني انا فاكر احنا كنا في حاله حزن شديده جدا جدا طبعًا. في الوقت ده طبعا. طارق انت تحديدا كان في طبيعه خاصه في الموضوع ليه؟ لان انت اولا بتلعب في نفس المركز، فعايز اعرف طبيعه العلاقه اللي كانت ما بينكم كان شكلها عامل ازاي؟ دي النقطه الاولانيه، جاوبني عليها وبعدين هقول لك النقطه الثانيه. يعني اولا طبعا انا اول ما جيت انت عارف ان محمد الله يرحمه كان عنده مشكله ان هو يكون متواجد في الموسم الجديد مع النادي الاهلي، لان هو راح الظفره الاماراتي على ما اعتقد على ما اتذكر. وكان ساعتها صعب ان هو يقيد في القائمه الافريقيه. انا اول ما جيت انا اصلا كنت بحبه على المستوى الشخصي، انا كنت بحبه قبل ما اعرفه كشخص، كلاعب محترم، كلاعب دولي ادى بشكل كويس جدا، ادى بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي. بامانه لما انا جيت انت عارف يا كابتن وائل بيبقى في بعض اللعيبه لما حد بيجي في مركزهم بتحس بنفسنه شويه او بتحس ان هو بيبقى متضايق، لكن بامانه ما حسيتش منه كده خالص، بالعكس ده كان بيحترمني جدا، بيقول لي يا كابتن طارق، عشان في فرق سن ما بيننا، بيقول لي يا كابتن طارق على الشاشه اللي انا لعبت اقدم منه. فبامانه كان من الناس المهذبه جدا، فحته ان هو يبقى بنفس ولا حتى ديت بصراحه ما كانش فيه بامانه. لو تفتكر كمان اليوم ده كابتن وائل هو كان سهران قبليها علشان كابتن صلاح حفيظ كان اعتزاله ومسك كابتن سيد، فسبحان الله يعني كان ليه بركات كتير، واحنا يوم ما رحنا لقفناها شفت الناس كلها كانت جايه ورا ازاي كلها. استقبلك استقبال جيد لما دخلت النادي؟ استقبال اكتر من رائع يعني بصراحه بامانه يعني. طيب طارق، في موقف صعب جدا انا ذات نفسي عاصرته في نهايه الموسم ده بعد ما عبد الوهاب توفى، وهو ان النادي الاهلي في بطوله الكاس العالم في اليابان لو تفتكر، المسؤولين عرضوا ان انت تلبس رقم 3 واسمك كان برقم 3 وخلاص، هم بعتوا القايمه وانت كنت معترض اعتراض شديد جدا على الكلام ده، في الاخر رضخت طبعا لان خلاص الاسم اتبعت، ولكن انت كنت معترض اعتراض شديد، تفتكر الموقف ده؟ طبعا فاكره يا كابتن وائل، لان ما كنتش عايز اكون في وجه مقارنه ما بيني وما بين محمد، كنت عايز رقم 3 ده كان يبقى مخلد لمحمد الله يرحمه. حسيت ان انا ممكن لو خدت الرقم دوت الناس ممكن تبص لي بنظره ثانيه. انت عارف في مصر الاقاويل بتبقى كتيره يا كابتن، لكن صدقني كان احتراما ليه مش اكتر.
لكن احنا فعلا رضخنا لان ما كانش ينفع الارقام، وخلاص كنت اتأيدت في الوقت دوت بالرقم دوت، واحترمت طبعا القوانين اللي هم كانوا بيعملوها في كاس العالم لليابان، لكن صدقني انا كنت داخليا من جوايا مش عايز اخش في وجه مقارنه، وعايز الرقم دوت كان يبقى لمحمد الله يرحمه الناس كلها تبقى فاكراه بيه مش اكتر يعني. كابتن طارق السعيد انا بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يصبرنا كلنا، وعايز اقول لك ان يعني عبد الوهاب في قلوب كل زمايله اللي كانوا متواجدين، وفي قلوب كل الجماهير الاهلاويه وكل الجماهير حتى الغير اهلاويه. طيب معايا تقرير عن عبد الوهاب من الجماهير ومن الاعضاء بتوع النادي الاهلي، تعالوا نتفرج على التقرير ونرجع نكمل بقيه كلامنا. هو كان لعيب خلوق يعني، وكان لعيب شاطر في المركز بتاعه يعني، واحنا طبعا ده امر الله احنا ما نقدرش نتدخل فيه، بس كانت مفاجاه ان هو توفى يعني كده وهو في السن ده يعني، بس طبعا ده امر الله وده عمره يعني. خدنا لعيب يعني لعيب اخلاق ولعيب محترف، وكان يعني قدوه لكل اللعيبه اللي زيه الله يرحمه ان شاء الله. رحمه الله عليه كان لعيب ابن من ابناء النادي الاهلي ومنشئين النادي الاهلي، وتربى في البيت الكبير بتاعنا، وربنا يتغمده برحمته دي اولا، وثانيا يعني مفتقدينه بصراحه، لانه كان من اللعيبه البكات الليفت اللي هي الشول النادرة اللي يعني خدمت في النادي، وسنه يعني ربنا سبحانه وتعالى ما عملهوش ان هو يبقى يكمل يعني. نشكره بكل خير، الله يرحمه احسن اليه ويجعل جنة مثواه ان شاء الله، لانه كان من اللعيبه المحترمين الملتزمين اللي كان بيبذل كل جهده في الملعب، وكان مخلص لناديه ومحب لناديه ومحب لجمهوره، وكان خارج الملعب مثال للاعب الملتزم المتدين الريفي اللي بيحافظ على تقاليد الريف والاصول والشهامه يعني. عايز اظلم اللي بعده لان في ناس كويسه برضه، بس هو كان يعني بقول لربنا اداله في عمره، كان هيبقى احسن باك ليفت في افريقيا كلها. ومن بعديه الصراحه كان في اثنين لعيبه انا من وجهه نظري يعني، محمد عبد الشافي دلوقتي في الزمالك، واحمد سمير فرج قبل كده يعني، احمد سمير دلوقتي مستواه نزل، بس هو الصراحه دلوقتي احسن باك شمال في مصر احمد محمد عبد الشافي. من ساعه ما رحيل الكابتن محمد عبد الوهاب و الوينج الشمال فاضي خالص، ما في وجهه نظري انا ما فيش حد جه زي محمد عبد الوهاب او ملى مكان محمد عبد الوهاب. اكيد طبعا ما فيش حد ادى بالاداء اللي هو كان بيفاجئنا بيه كل ماتش، طبعا هو دلوقتي خساره كبيره جدا، ما فيش اي حد يأدي الاداء اللي هو كان بيأديه. حط اللحظه دي بصراحه محمد عبد الوهاب باخلاصه وبادائه وبمجهوده العالي اللي كان بيديه، انا مش شايف ان لسه الاهلي ما جابش واحد تاني زي محمد عبد الوهاب. هو ده السمعة والسيرة الجيدة، هي دي اللي بتفضل وهي دي اللي بتبقى وهي دي بتعيش. حتة ان هو كان لعيب كويس ولا لعيب مش عارف ايه مش تفرق مع الناس كتير، انما اللي يفرق مع الناس كتير ان هو كان محترم، كان مؤدب، كان ملتزم، كان اخلاق، هو ده اللي بيفرق مع الناس. انا هنهي الحلقة دلوقتي وهسيبكم مع الفقرة بتاعت محمد عبد الوهاب، فقرة عملناها خصيصا لمحمد، يعني اعتقد ان هي تبقى باذن الله فقره مميزه باذن الله، يعني بنحاول ان احنا نقدم له حاجه، بنحاول ان احنا نكون متواجدين معاه، مش مجرد تقرير بيتعمل او مجرد حاجه بتتصور او مجرد زياره بتتعمل، ولكن احنا قررنا ان احنا نكون موجودين مع والدته. انا شخصيا بقالي كتير جدا ما شفتهاش، فقررت ان انا ابقى موجود معاها، وست كتر خيرها استضافتنا اجمل واحسن استضافه، ربنا يكرمها ويبارك لها في اولادها الباقيين، ويجمع ما بينها وبين محمد ويجمعنا مع محمد ويجمعنا كلنا باذن الله في الجنه في الاخر. انما هسيبكم مع الحلقه باذن الله او بقيه الحلقه، واشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من الرياضه اليوم مع وائل رياض. سلام. عبد الوهاب يظبط والعب هوبا
جوه الجون، الهدف الثالث للنادي الاهلي. سيبها لعبد الوهاب والهدف الاول. ادي الهدف الاول الجميل للنادي الاهلي في الدقيقه 20 من عمر الشوط الاول. فعلا ابو تريكه خدع الكل ان هو اللي هيسدد الضربه الحره المباشره، ايجابي للضربه الحره المباشره. وعبد الوهاب ومحمد جوه جوه عملها وهو واقف، ما اتحركش يمكن الا خطوتين جوه الجون. الوقفه بتاعه ابو تريكه مع محمد عبد الوهاب بتعمل مشكله لحارس المرمى. لو واحد اللي هيشوطها بيقف بيظبط نفسه على الزاويه لوحده، لكن لما يبقوا اتنين بيبقى مش هنا اهو قدام بيت محمد عبد الوهاب الله يرحمه لاعب النادي الاهلي. ويمكن زي ما حضرتك شايفين هو ده منزل محمد، هو ده المنزل اللي طلع محمد عبد الوهاب لاعب اللي كان هنا في الفيوم، ويعني راح على النادي الاهلي وسبحان الله. يعني زي ما حضرتك عارفين هنا اهو احنا في محافظة الفيوم في مركز سنورس طريق بيهمو. لو دخلنا كده بالكاميرا كمان هنلاقي عربية محمد الله يرحمه، العربية اللي كانت موجودة معاه في النادي الأهلي قبل ما يتوفى. ويمكن يعني ما الناس محتفظة بالعربية، أسرته محتفظة بالعربية زي ما هي، ما فرطوش فيها بس. ويعني احنا دلوقتي هتشوفوا حضراتكم اللقاء مع والدة محمد عبد الوهاب الله يرحمه. و اهي يعني والله فاكر لما كنت بركب معاه احيانا كتيره، وهو ده المكان اللي اتولد فيه محمد عبد الوهاب، او اللي اتولد منه محمد عبد الوهاب. دلوقتي كمان بعد ما نعمل لقاء مع والدته هنطلع على المقابر، هنشوف برضو قبر محمد وهنقرأ له الفاتحة، وبإذن الله هو موجود في الجنة. يمكن برضو لو شفنا بالكاميرا كده المكان اللي حوالين بيت محمد، ناس طيبين جدا هنا، وهي يعني في الجنة بإذن الله محمد عبد الوهاب. اسمحوا لي ان انا ارحب بيكم طبعا هنا من منزل المرحوم بإذن الله محمد عبد الوهاب. طبعا مش عايز الموضوع يبقى رسمي او اتكلم بطريقه رسميه، لان انا حاسس ان انا اول ما دخلت البيت يعني ان محمد موجود لسه وسطنا. اسمحوا لي في البدايه ارحب بالحاجه والده محمد، طبعا امنا كلنا، يمكن بقالي كتير قوي ما قابلتهاش. اسمحوا لي ارحب بيها وهي اللي ترحب بينا بقى، لان احنا هنا موجودين في بيتها. ازيك يا حاجه؟ الله يسلمك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. تعيش وتفتكر. تعيش يا حبيبي. الله يكرمك يا رب. طيب انا عايز ابدا مع حضرتك في البدايه، معلش احنا اسفين طبعا احنا بنتقل عليك ان احنا بنفكرك بالموضوع مره اخرى، ولكن اكيد محمد في قلبك وعقلك زي ما هو موجود في قلب وعقل كل اهلاوي متواجد. النهارده لو حضرتك شفت مواقع التواصل الاجتماعي او جماهير الاهلي امبارح، الناس كلها بتحب محمد. انا عارفه الشعب المصري كله، مش جماهير الاهلي بس، انا عارفه ان كل الناس بتحب محمد. طيب حاجة عايز ابدا زي ما بقول لحضرتك من البدايه، الخبر جالك ازاي؟ الخبر جاني كنت في السوق وعادي كنت بجيب طلبات للبيت، وجيت وانا جايه كده لقيت ناس قاعده كتير عند البيت.
فبقول فيه كان الحاج مسافر بقول لهم الحاج جرى له فيه قالوا مش الحاج قلت لهم امال ايه قالوا ده محمد واقف في الملعب وعايزك في المستشفى قلت لهم لا مش قاعده مستشفى دي ولا حاجه ده هو لازم مات قلت كده على طول قالوا لا ما ماتش وما جراش حاجه بس هو عايزك في المستشفى ولا تستنى هم راح يجيبوه هيجيبوه وهيتعالج هنا ومش عارفه قلت لهم لا قالوا قلت لهم عايز عربيه دلوقتي ولا افضل اجري ما كانوش راضين يجيبوا له عربيه قلت لهم افضل اجري لما اروح مصر يجيبوا له عربيه دلوقتي واروح يا هفضل اجري كده على رجليا لما اروح مصر راحوا بقى جايبين العربيه قلبك حس خلاص جابوا العربيه ورحنا راكبين ومشينا بقى بس طول الطريق عارفه ان هو مات طيب قبليها هل كان اخر مره كلمك قبليها كان امتى كان الصبح قبل التمرين مثلا ولا قبليها بيوم اخر مكالمه حصلت هو انا كنت عنده يوم الاربعاء العصر وصلني للجيزه وصلني وانا جيت على هنا ورجع فضل يطمن عليا لحد ما نمت لحد ما وصلت احنا كنا عنده بعديها بعد ما حضرتك مشيتي من البيت احنا جينا له اللعيبه كلها جينا له لان كنا ساعتها بنسجل اغنيه بتاعت سيد عبد الحفيظ كان عند محمد في البيت وكنا متواجدين معاه طيب رحتي بعد كده المستشفى وخلاص عرفتي بقى القصه وعرفتي الخبر يعني طبعا انا لحظات مؤلمه اللي بتكلم فيها دي بس معلش اسمحي لي ان احنا زي ما قلت لك ان احنا هو يعني بيروحش عن بالي ولا ثانيه طبعا طبعا طيب مين بيسال عليه يعني بيسال عليكم لغايه دلوقتي او بيكلم حضرتك في كل ذكرى احنا الذكرى الثامنه دلوقتي مين بيكلمك على طول هم اللاعبين وكده كان يعني اول سنه او ثاني سنه بعد كده بقى ما فيش مداوم معايا على السؤال الكابتن سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ هو اللي مداوم على السؤال على هو طول. على طول لحد اول امبارح متصل لحد اول امبارح وقبل كده كان في اول سنتين بس الناس كلها كانت بتسال هل كل سنه في زيارات بتجيلكوا في الوقت دوت في وقت ذكراه لا تليفونات طب انتوا بتعملوا حاجه هنا كبيت لمحمد بتعملوا حاجه في بتحيوا ذكراه بحاجه معينه بتعملوها لا ما فيش مش اصل لو حيينا وعملنا اي حاجه هنا هتبقى زي يوم الموتى الناس كلها هتيجي والناس كلها هتبقى الدنيا وهتبقى زي يوم الموتى زي يوم الموتى بالظبط فانا الحاجات دي ما فيش الا المقابر وبمسك نفسي وكده وبقعد بقى يعني اقرا قران يعني استغفر له وادعي له كده في الثمان سنين اللي فاتوا هل محمد جالك في المنام مثلا قال لك طمني يا امي انا في حته احسن من المكان اللي احنا متواجدين فيه هل بيبقى متواجد معاك على طول؟ جاني كتير بس ما بيورنيش وشه لا بقى انا مش مريحه يعني برضه ساعات بقعد وكده وزعل على طول وعياط وبتاع فهو ما بيجانيش بقى يعني بوشه كلها قالت لي كده ده هو ما بيجيلكش كده مواجهه عشان انت ما جانيش مواجهه الا بعد الموتى كده بفتره وجاني لقيته طويل طويل كده وابيض ابيض قوي ما شاء الله وطويل وجه بيصحيني كده وبيقول لي أمي بقى واسكتي أنا علشانك بس علشانك ما تعمليش كده علشانك بس علشانك وراح مصحيني زي ما أكون صحان وراح ماشي كان نفسي أبقى مع النادي الأهلي وكان نفسي ألعب الماتشات الموجودة وكان نفسي ألحق ماتش الصفاقس اللي النادي الأهلي هيلعبه في بطولة أفريقيا بس طبعا أنا مش بإيدي حاجة يعني يمكن زي ما قلت لحضرتك أنا كان نفسي الموضوع يتحل من بدري
محمد كان من الشخصيات زي ما انت قلت في الاول، الشعب المصري كله كان بيحب محمد، مش مقتصر على جمهور واحد بس. انا والله ما كنت مصوره نهار الموت بتاعته، الناس حاجه فظيعه لحد دلوقتي. طبعا طبعا. طيب انا شفت عربيته بره، عربيته دي اللي كانت مع محتفظين بيها لغايه دلوقتي، ما فكرتوش ان انتوا تتبعوها او ما تتباعش الا بعد ما انا اموت بقى. انه طول ما انا عايشه ربنا يديك الصحه يا رب. ما تتباعش. طيب عايز اسالك على حاجه تانية برضه كانت بتثار او بتتقال في الوسط بعد وفاه محمد، يقال ان والده توفى بناء على ان هو برضه كان الصدمه كانت شديده قوي عليه وما قدرش يستحمل. الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده؟ ايوه حزن. هو كان راجل شديد وكان بيشتغل وكان راجل مكافح. فهو يعني فضل يقول يا محمد كده لما اما بصلا لانه تعب. طيب انا يعني عملت حوارات كتير بس انا الحوار تقيل على لساني، مش قادر اتكلم بشكل عادي. بس بجد تعيشي وتفتكري وباذن الله محمد في الجنه، ويمكن الصور زي ما حضرتك شايفين اهو. انا مش هقدر انسى الصوره فوق، الكلام اللي كتبه محمد سبحان الله لا تبكي. الكلام ده محمد كتبه، انا اقول لحضرتك الكواليس بتاعت الكتابه بتاعت الكلام ده. محمد كان ليه زميل لو تفتكري اسمه احمد وحيد. ايوه كان غالي عليه. احمد وحيد مات قبل محمد على طول بفتره قليله قوي. محمد كان قاعد معانا في اوضه اللبس في النادي ومش مصدق، بيقول يا ده صغير خالص ان هو يموت دلوقتي، وراح كاتب الكلام ده. هو كان بيكتب لنفسه وكان بيغني لنفسه. اتريته هو اللي راح. كان بيكتبها لنفسه فعلا. وكان بيغني اغنيه سيد عبد الحفيظ هتشوفوها حضراتكم برضو دلوقتي، الاغنيه كلماتها كلها لمحمد ذات نفسه مش لسيد عبد الحفيظ. ايوه في ناس عن العيون بتغيب واجمل ذكريات بتسيب، وتيجي سيرتهم نتبسم عشان في قلوبنا مش بتغيب. ونفضل نحكي نتكلم ومن اخلاصه نتعلم، نقول انه حبيب وعزيز هو سيد عبد الحفيظ. تعيشي وتفتكري، ولو في اي حاجه عايزه تقوليها يعني يا ريت تقوليها للناس، للجمهور، لاداره النادي، لاي حد، لمحمد ذات نفسه. محمد اقول له هفضل فضلت بعيد عني وانت عايش، وتفضل بعيد عني برضه لما اروح لك تاني، هتفضل برضو قلبي مش هحطط عليك لما اروح جنبك. يعني ربنا يديكي طول العمر، وهو موقف صعب في الاول في الاخر، ولكن محمد سمته واخلاقه باذن الله ورحمه ربنا هو موجود في مكان احسن مننا. هل زعلانه من حد؟ في حد انت زعلانه منه؟ لا لا، الدنيا حالها كده، ان بنودع ناس وننسى والحاجات دي، فكل واحد ملهي في حاله الحمد لله. هو يعني الناس حباه وكده وبتفتكره، وكفايه عليه يقول الله يرحمه بس. انا بشكرك جدا، وزي ما قلت لك تعيشي وتفتكري وباذن الله هو في الجنه، وهي دي الحقيقه الوحيده اللي موجوده في حياتنا، ان احنا كلنا في الاخر هنبقى موجودين، يعني هنموت في الاخر، وربنا يصبرك يا شيخنا. الله يخليك وتعيش وتفتكروا انتوا، وكان حبيبكم ومشكرين جدا. شكرا عليه، ده دورنا وده واجبنا، وزي ما قلت لك انا عملت حوارات قبل كده كتير، ولكن ان انا ابقى بعمل حوار مع امي وفي نفس الوقت مع ام صاحبي وفي نفس الوقت مع ضيفه، يعني الموضوع صعب عليا، حتى
كانش ينفع ان حد تاني يعمل معاك الحوار ده غيري، لان ما حدش عاشر محمد. انا تقريبا محمد مات في العربيه بتاعتي، يعني ده اللي حضرتك ممكن ما تكونيش عارفاه لغايه دلوقتي. كنت واقف جنبه؟ انا اللي نقلت محمد، انا والدكتور ايهاب وكابتن حسين بدري، احنا اللي نقلناه في العربيه. طب وانتوا قاعدين جنبه كده وهو بيطلع في الربع، ما قالش حاجه؟ ما كانش بيقول حاجه، هو تشاهد بس. تشاهد ما قالش حاجه، صوت شاهد وبس. واحنا خدناه المستشفى طب انتوا لحقتوه على طول؟ شلتوه على طول؟ على طول. انا كانت عربيتي قدرا ركنه قدام النادي، مش حتى قدام باب النادي، وقالوا هاتوا كلموا الاسعاف. فانا قلت لسه نستنى اسعاف، رحت رايح جايب مفتاح عربيتي ورحت مدخلها الملعب، ونقلنا محمد. كان قاعد ورا دكتور ايهاب علي ومحمد الله يرحمه، وكان جنبي قاعد كابتن حسام بدري، وانا اللي كنت بسوق. ومشينا على كوبري قصر النيل، كوبري الجلاء اسمه، مشينا عليه عكسي. حتى كابتن حسام قال لي بلاش عشان ما نتاخرش اكتر، لان كانت الدنيا زحمه. فمشينا لغايه ما وصلت المستشفى الحمد لله رب العالمين في 5 دقائق. ولكن كان يعني دكتور ايهاب بعد كده قال لي ان هو في العربيه كان توفى، ما كانش بيتكلم ولا حاجه. لا ف كمان من ضمن الحاجات الغريبه جدا ان محمد في اليوم بعد ما حضرتك مشيتي العصر احنا رحنا له، فبعد ما خلصنا تصوير الاغنيه قال لي بات معايا. انا شخصيا قال لي بات معايا، قلت له لا محمد انا هروح بقى، لان من الصبح بره فمحتاج اروح ومش عارف ايه وغير لبسي وكده. قال لي يا عم بات معايا النهارده. فما قدرتش ان انا بات معاه، يا ريتني كنت بت معاه. بس يعني هو في الجامعة ومشاني، يمكن كان عارف ان انتوا هتاجوا، مشاني بالعافيه. سبحان الله. مشاني بالعافيه. انا كنت عايزه بات في الدرجه لي، بس انتوا كنتوا معاه. كنتوا معاه وهو بيطلع في الروحي، انا كنت معاه باذن الله في الجنه. كان حد واخده في حضنه؟ كلنا كنا حواليه، انما اكيد مهما كان حد خده في حضنه ما كانش هيبقى زي حضنك انت. ف باذن الله نتقابل كلنا باذن الله في الجنه باذن الله. انا اسف والله العظيم، انا ما قصدي خالص ان احنا نعمل الحلقه زي دي. هو اليوم ده مش بيفهمك، لا هو اليوم ده اللي قاعد كده بفتكرك كل حاجه. انا مش عارف اقول ايه بصراحه. الحته دي انا كنت عايزه اسال عليها اي حد بفروق الصبر، حته انه ساعه وقع واشتال والعياده والحاجات دي. بس هو وقع وكان في يعني هو كان خلاص، يعني كان في النفس الاخير تقريبا في الملعب. والدكتور ايهاب علي يمكن حاول ان هو كان فيه حاجات رغاوي كده تطلع من بقه. الدكتور ايهاب علي حاول ان هو يديله اللي هي قبله الحياه دي عشان يرجعه تاني، وكان بينادي مستشفى اسعاف. وانا زي ما قلت لك دخلت بالعربيه، وطول الطريق هو الدكتور ايهاب عمال يقول له يا محمد اصحى محمد، ويضغط جامد عليه لغايه ما رحنا المستشفى. دخل على طول العمليات او العنايه، ما اعرفش، ما كنتش مركز ساعتها على قد ما انا مش مصدق ومش مستوعب الموقف. وبعد كده في حد، المشكله ان في حد طلع قال خير ان شاء الله يا جماعه اطمنوا، بس تقريبا ده كان حد امن بقى ولا ما اعرفش. كان فهدينا شويه. مره واحده لقيت الدكتور ايهاب طالع من اوضه العمليات وهو بيعيط بيقول محمد مات. كلنا ساعتها ما كناش مستوعبين. اللحظات الصعبة برضه الواحد لما رجعنا النادي تاني عشان
اغير لبسي فتحت دولابه ولقيت موبايله ومفتاح عربيته والحاجات كلها. ما تخيلتش ان هو بيحط الحاجه دي ومش هياخدها تاني وهو مروح. انا اسف والله، بس والله مش بجد، ما كناش نقصد، ولكن محمد جوانا وجوه كل جماهير الاهلي وكل جماهير مصر. انا كنت محتاجه حد يقول لي الحته دي والله. انا بعتذر لك وتعيشي وتفتكري، ومحمد باذن الله في الجنه يا ابني. ده انا اسعد واحده النهارده اني شفتك وكلمتني الكلام ده والله. ربنا يكرمك يا رب، واحنا كلنا ولادك ومش بالكلام. الدنيا تلاهي زي ما انت عارفه وزي ما انت قلتي، ولكن يعني على الهواء قدام الناس كلها، لو في اي حاجه محتاجاها في اي وقت، احنا كلنا ولادك، سواء اللي لعبوا مع محمد او سواء المتواجدين دلوقتي. محمد حضرتك ما تعرفيهوش ان لغايه دلوقتي صورته موجوده جوه اوضه اللبس، جوه النادي، ما اتشالتش. باختلاف الاجيال وباختلاف مدربين جات ومدربين راحت واجيال بطلت واجيال متواجده وكل حاجه، انما صوره محمد موجوده، لان ده كان رمز من الرموز المحترمه اللي كانت موجوده جوه النادي. بس الحمد لله الحمد لله، وكل الناس مأمناني اسلم عليكي وعزيكي في محمد، وربنا يرحمه. الله يخليكم كلكم، وانا مشكره لكم كلكم والله، وكل اللي حب محمد وكل اللي اتكلم على محمد وكل اللي بيحبوا محمد انا بشكره. بشكر جدا يا حاجه، وتعيشي وتفتكري. مسجد الرحمن اللي قدام حضراتكم ده، هو ده المسجد اللي صلينا فيه صلاه الجنازه على محمد الله يرحمه. الحته دي من 8 سنين بالظبط مش عارف توقف فيها، لان كانت مصر كلها تقريبا كانت متواجده هنا بتصلي على محمد، وكنا متواجدين معاه هنا في المسجد. المسجد لازق في البيت، يعني سبحان الله، هل كان اسرته واحنا والناس كلها متخيله ان المسجد اللي هو كان بيصلي فيه ولما كان متواجد في الاجازات هنا في الفيوم او حتى قبل ما يجي النادي الاهلي، المسجد اللي بيصلي فيه الصلوات الخمسه ممكن يتصلى عليه فيه؟ ما اكيد ما كانش متوقع هو شخصيا الكلام دوت، ولكن هو ده حاله الدنيا اللي احنا فيها، وهو ده القدر، وسبحان الله هي دي الحقيقه الوحيده اللي موجوده في الكون، وهي ان كلنا اكيد هنموت.
حضراتكم شايفين ادي باب المقابر اللي موجود فيها محمد عبد الوهاب الله يرحمه. يمكن في هو في وسط البلد هنا يعني موجود المقابر ده معمول لها باب ومتصوره بشكل كويس. وهنخش دلوقتي نشوف القبر بتاع محمد عبد الوهاب عشان نقرا له الفتحه. اتفضل. احنا قدام قبر محمد عبد الوهاب، يعني الناس كلها تدعي له، واحنا كمان دعينا له دلوقتي واستغفرنا له، وهو باذن الله باذن الله يكون موجود في الجنه. يعني 8 سنوات عدوا، يعني البقاء لله سبحانه وتعالى وحده وبس. انا حبينا نعمل الزياره دي، وكان لازم نكون موجودين يعني جنب روح محمد، وهو في قلبنا كلنا وفي عقلنا وفي وجداننا. ربنا يرحمه يا رب.